إياك أن تستعظم الصدقة. زكاة المال على الذهب ولا على الفضة؟ فتنا بالحيط بزكاة الفطر حجمها 20,000 أو 22,000 وعم نستعظمها. زكاة المال وزكاة الفطر إذا ما كان معك ما واجبة عليك، بس إذا كان معك ما تستعظمها، عشان الفقير يلي أنت حتطلع له إياها هو ما معه لا زكاة الفطر ولا زكاة المال. فالشريعة بكل بساطة بتقول اللي معه يعطي جزء بسيط للي ما معه. يلي معه زكاة مال يعطي 2.5% من زكاة ماله للفقير، 2.5%. يلي معه صدقة فطر يعطي ما يعادل مقدار عمل يوم من 365 يوم، تقريبا عمل يوم، أجرتك ليوم واحد عم تطلع على الفقير، طلع له 3 كيلو رز، 3 كيلو حمص، 3 كيلو من قوت البلد. إذا ما معك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا معك ما تستعظمها، والله سيبارك لك بباقي الأيام ل 365 يوم، ويبارك لك بباقي مالك اللي هو 97.5%. إذا إيش طلعت ما عليك لله سبحانه وتعالى، فإياك أن تستعظم المعروف.